بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين والمشاهدات، معاكم دكتور اشرف نبيه، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده. اكلمكم النهارده على خطا فادح اخر كتير مننا بيعمله في البيت، وبرضه ممكن يؤدي بمشاكل كبيره للاطفال، وممكن في بعض الحالات يؤدي ان الطفل بتاعي بقى عايز يعمل منظار، الطفل بتاعي عايز عمليه كبيره، الطفل بتاعي قد تتاثر حياته وممكن يموت بسبب هذا الفعل. بفكر حضراتكم قبل ما نبدا في الفيديو، يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه، ولو في اي اسئله على الفيديو اكتبوا لنا في التعليق، ويا ريت تشيروا الفيديو وتعملوا لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان نتفادى هذا الخطا البشع اللي ممكن ياثر على اطفالنا. الخطأ بتاع النهارده يا جماعه كتير جدا مننا بيعمله، ان احنا بنجيب العبوات القديمه بتاعه الالبان، بتاعه المشروبات الغازيه، بتاعه اي مواد غذائيه حضرتك بتجيبيها وبتحتفظي بيها، وللاسف بتبداي تخزني فيها حاجات زي مواد كاوية، مواد خاصة بالغسيل، مواد خاصة بالتنظيف، مطهرات، حاجات خاصة بغسيل الحمامات، حاجات خاصة بغسيل الأسطح وغسيل المفروشات. يعني بنعبي المطهرات اللي حضرتك بتجيبيها، سواء بقى جايبها جملة جايبها منين، المهم بتحطي المطهرات والمواد في عبوات خاصة بحاجات غذائية الطفل عارف ان دي عبوة لبن، عارف ان دي عبوة مياه غازية، عارف ان دي عبوة عصير بيتشرب. فحضرتك حاطة الحاجة اللي مخزناها اللي هي ممكن تكون سامة حطاها في العبوات دي، فيجي طفلك وانت مش موجودة شاف العبوة بتاعت اللبن، او شاف العبوة بتاعت العصير، او شاف العبوة بتاعت المشروبات الغازية اللي حضرتك حاطه فيها ماده تانيه خالص، ماده سامه، ومش حطاها بعيد عن متناول الاطفال، سايباها في الشقه في متناول الاطفال. لما الطفل ياخد الازازه دي حطها على بقه، شرب بقى كلور، شرب صودا كاويه، شرب ديتول، شرب اي مواد من المنظفات او المواد اللي احنا مش عارفين هي تركيبها الكيميائي ايه، وده ممكن يؤدي الى لا قدر الله حدوث التهاب رئوي، حدوث التهابات كثيره وفظيعه في الفم وفي المريء وفي المعده، ممكن تعمل ثقب في المريء، ممكن تعمل ثقب في القصبه الهوائيه، ممكن تعمل ضيق واحتراق في المريء ويحتاج بعد كده لعمليه مناظير وعمليه توسيع، وفي الغالب ما بتنجحش او ما بيرجعش الطفل لطبيعته زي الاول، وده بسبب خطا خيبان، خطا ساذج، خطا ما ينفعش ان اي ام تعمله وهي موجوده في البيت. نقول تاني، ممنوع تعبئه اي مواد تحتفظ بيها، مطهرات، مواد سامه، منظفات في اوعيه خاصة بمواد غذائية وتكون في متناول الأطفال. لو سمحتم هذا الخطأ البشع بلاش تعملوه، حفظا على أطفالكم وسلامة أطفالكم. أرجو يكون الفيديو عجبكم، إذا كان عجبكم ادعموه واعملوا له لايك وشيروه عشان يوصل للناس كلها، وادعمونا كمان اشتركوا في القناة، ولو في أي سؤال ابعتوه لنا في التعليقات اللي تحت الفيديو. إلى أن نلتقي، لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.